ازيكم يا شباب؟ هنبدأ دلوقتي إن شاء الله في آخر جزء معانا في المنهج، اللي هو جزء الكوزموتكس. جزء الكوزموتكس بيتكلم عن مستحضرات التجميل، مش شرط مستحضرات التجميل اللي احنا عارفينها اللي هي المانيكير والحاجات دي، لأ، في حاجات تانية دلوقتي تعرفها برضو وتعرف إنها تبع مستحضرات التجميل. طيب، الجزء مبدئيا الجزء عليه درجة مش قليلة، الجزء عليه حوالي 7 درجات، من 5 ل 7 درجات، ودرجة مش قليلة بالنسبة للخمسين درجة بتوع الفاينل. فجزء يعني وجزء مضمون، يعني جزء اسئلته سهله ومضمون، فبلاش تفرط فيه او تضيع درجه. تعال نشوف الديفينيشن او التعريف بتاع الكوزموتكس. لك الكوزموتكس دي انه دي مواد تستخدمها او يوزد تو انهانس الابيرنس اور الاودر اور هيومن بودي، يعني المواد لو حطيتها هتغير لي من الشكل، المظهر بتاعي او الريحه بتاعتي، او تخلي شكل جذاب او ريحه جذابه، ده كل ده بعتبره كوزموتكس. طب منظمه الاف اي دي، المنظمه المعنيه بالاغذيه والمستحضرات الطبيه، عملت تعريف للكوزموتكس، تعريف شامل شوية. قال لك ان هي substance intended to be applied to the human body، مواد بعملها احطها على ال human body for cleansing، للنظافة وال beautifying، التجميل وال promoting attractiveness، يعني بتزود الانجذابية شوية، or altering appearance without affecting the body structure، يعني بتغير بس في الشكل من غير ما تعدل في المكونات بتاعة الجسم او الشخص اللي قدامي. منظمة الـ FE دي بقى عملت اكسكلود، يعني استثنت من الموضوع ده السوب، قالت لك ان السوب ده مش بعتبره كوزماتيك. السوب، خليك عارف دي المعلومة دي، ان السوب او الصابون ما بعتبرهوش من الكوزماتيكس. طيب تعال نشوف اول شكل من اشكال الكوزماتيكس اللي عندنا، او المواد الكوزماتيكس، اللي هو الكريم. كلنا عارفين طبعا الكريم، الكريم ليه انواع كتير. تعال ناخد الاول حاجة اسمها كريم اكزامينيشن. الكريم اكزامينيشن دي يعني ايه؟ يعني دي حاجات لازم اعملها للكريم، او زي اختبارات كده بعملها للكريم عشان اتاكد ان الكريم اللي معاه ده كويس ولا لا. قال لك او المعلومه او دي يعني حاجه زي معلومات كده عن الكريم. قال لك الكريم اكزامينيشن اول حاجه عندي، انا بقول لك اكوردنج تو كريم فانكشن، على حسب الفانكشن بتاعته، ممكن يبقى كلينسنج او فاونديشن او هاند او نايت اور اول بيربس، يعني ممكن يستخدمه في للتنظيف او كريم فاونديشن، اعرف يعني الكريم الاساسي دلوقتي، وهاند ونايت والكلام ده. رقم اتنين بقول لك فيزيكالي، it may be liquid or semi solid or its descriptive adjective like soft, firm, thick or thin. طالما ما يهمنيش قوي، يهمني تلات نقطة اللي هو according to type، على حسب نوع، ممكن يكون oil على water او water على oil، ده برضو زي الامالشن، بيبقى له نوعين، water على oil او oil على water. ال pH بتاعته قال لك بقيس، او لو هو الكريم بتاعي oil على water بقيسه بال pH meter على طول، بقيسه بمين؟ بجهاز اسمه البي اتش ميتر. لكن لو هو ووتر على اويل لازم الاول ادوبه في اكوس الكحول، لان البي اتش ميتر ده لازم يشتغل على حاجه اكوس، لازم يشتغل اكوس، ما يشتغلش على اويل، يعني في حاله الووتر على اويل مش هينفع اقيس مباشره بالبي اتش ميتر. قال لك لازم الاول ادوبه 50% الكحول، يعني لو انا عندي 10 مللي مثلا احط 5 مللي الكحول وادوبه، وبعدين كده احط البي اتش ميتر. ماشي؟ طبعا حد هيجي يقول لي دلوقتي الكحول ده مش هيأثر في البي اتش، لا، الكحول ده حاجه نيوترال مش بتأثر عندي في البي اتش. ماشي. بلوك سليب ميلتنج بوينت اوف ذا اويل فيز، يعني بيكون بقيسها بحاجه اسمها الكابيلر تيوب ميثود، ما تهمنيش برضو. لازم اكتب النيم انجريدينت بتاع الليبل، لازم اكتب على الليبل بتاعه من بره كده المكونات بتاعته ايه، برضو كلام ما يهمنيش. يهمني الاول بدايه التايبس بتاعت الكريمز، انواع كريم. قال لك عندي نوعين من الكريم، في كلينسنج كريم وفي فانيشنج اند فاونديشن كريم. ده النوعين الرئيسيين من الكريم، اللي هو كلينسنج كريم والفانيشنج والفاونديشن كريم. تعال ناخد الاول الكلينسنج كريم بالتفصيل كده، تعال نشوف الفانكشن بتاعته ايه، ايه الاهميه بتاعته. قال لك الكلينسنج كريم ده من اسم كده كلينسنج، يعني مهتم بعمليه التنظيف او مستخدم لهدف النظافه، النظافه الشخصيه. قال لك ريموفر اوف فيشال ميك اب، يعني عشان اشيل الميك اب او الفيس باودر او الباودر او الروج لو في بنت حاطه روج او حاجه، فاونديشن بيزس كريمات الاساس والكلام ده، او كيك ميك اب زي ما نعرف يعني ايه كيك ميك اب دلوقتي، اند ليبستيك، واشيل بيه ايضا مين اللي هو الليبستيك اللي هو دهان او طلاء الاظافر، اند كريم اند اويل فروم ذا فيس، يعني بشيل الكلام ده كله ب كلينسنج كريم. ايه الادفانتج بتاعته او المميزات بتاعته؟ قال لك ده بيعمل ديكريز الاريتيشن فاكتور، ده ما بيعملش اريتيشن، على عكس انت لو استخدمت صابون مثلا بيعمل اريتيشن الصابون، لكن الكلينسنج كريم ما بيعملش اريتيشن. دي الادفانتج بتاعته على السوب بقى. ماشي؟ بيقول لك ليف ايموليانت ريزيديو فيلم، يعني بيسيب لي بعد ما اعمله كده بيسيب لي طبقه كده ناعمه، الطبقه دي بتعمل لي يعني ايموليان، طبقه مرطبه شويه عشان ما يحصلش برضو الريتيشن. رقم ثلاثه بقى من بروتكتيف ان كيس اوف دراي سكان، في حاله الدراي سكان بيكون بروتكتيف شويه، لان هو بيديني بيقلل من الدورانس وبيديني شويه رطوبه كده في الجلد.
بقول لك الايدل كاركترز اوف كلينزنج كريم، ايه الخصائص بتاعته اللي لازم تكون متوفره فيه بقى؟ قال لك شود بي ستيبل اند هاف جود ابيرنس. طبيعي جدا لازم يكون ستيبل، اي مستحضر لازم يكون ستيبل ويكون الشكل بتاعه كويس. ات شود ميلت اور سوفت اون سكان، لازم يدوب طبعا على السكين عشان خاطر يمتزج على السكين ويبدا ينضف لي الحاجات اللي عليه. رقم ثلاثه ات شود ايزلي سبريد ويزاوت تو ماتش دراج، يعني لازم اشيله او ينتشر من غير ما يعمل لي كتل كده او تجمعات، لا لازم ينتشر كده زي المعجون كده بسهوله كده. رقم أربعة it should not feel greasy، ما يكونش مدهن أو oily during the application، لازم يكون يعني مش، ما ينفعش إن أنا أجيب مثلا سمنة وأدهنها على وشي، لا لازم يكون يعني مش oily، لازم يكون water شوية. بيقول لك a light emollient film should remain on the skin، لازم نرجع لنفس النقطة اللي فاتت اللي هي الأدفانتج بتاعته على السوب اللي هو بيسيب لي emollient film، وبالتالي لازم الكريم بتاعي الخصائص بتاعته إنه يكون بيسيب لي emollient film على الجلد بتاعي. ايه انواع الكلينسنج كريم بقى دلوقتي؟ احنا بنتكلم قلنا ان انواع الكريم في منها كلينسنج وفي فانشنج، هاخد بقى كلينسنج كريم دلوقتي اشوف الانواع بتاعته ايه. قال لك في منه كولد كريم او سوربتان فات استر كريم او اسيد كونتيننج كلينسنج كريم او ديتيرجنت كريم او انتي بكتيريال كلينسنج كريم. هنتكلم الاول عن الكولد كريم، اللي الكولد كريم ده اللي انت حضرته في المعمل واشتغلت ونزل لك في الامتحان العام اللي هو كولد كريم. قال لك بتكون من، قال لك بتكون من بيز واكس وبتكون من بوركس ومينرال اويل ووتر، الكلام كله قديم. بتكون من بيز واكس وبوركس ومينرال اويل، كل ده كنا بنقول عليه الاويل فيز ومعاهم اللي هو الووتر، قصدي البيز واكس والمينرال اويل دول الاويل فيز ومعاهم البوركس والووتر. ده كده الانجريدينت بتاعت مين؟ بتاعت الكولد كريم. بيقول لك الكاركترز بتاعته، قال لك بيكون ترانزلوسنت يعني بيكون شفاف، ليكوفاينج يكون ليكويد شويه، يوجوالي انهيدروس ما بيكونش فيه ماي، اند كونتيننج هيدروكربون اويل اند واكس، ومعظمه اصلا عباره عن واكس. بيز واكس از ذا موست امبورتنت تايب اوف كولد كريم، ده اللي انتوا حضرتوه في المعمل هو البيز واكس. بيقول لك ذا كريم هاز هاي كونسستنسي، القوام بتاعه قوي، بات ليكوفاينج اند سبريدنج از لون ابلكيشن اون سكين، يعني درجه الذوبان بتاعته او درجه الميلتنج بتاعته قريبه من درجه حراره الجسم وبالتالي بيدوب لما يتحط او بيسيح لما يتحط على الجسم. بيقول لك ذيز كريمز كونتين هاي بيرسنت اوف المينرال اويلز، تتكون من نسبه عاليه قوي من المينرال اويلز، معظمهم بيكون اويل على ووتر تايب. عارف ان الكريم قلنا منه نوعين، بيكون ووتر على اويل واويل على ووتر، لا الكلينزنج اللي هو اللي هو الكولد كريم عباره عن اويل على ووتر تايب، اويل على ووتر كريم. بيقول لك افتر ذا كريم الربد، يعني بعد ما احطه على السكن كده بعمل له رابنج او ادهنه يعني على السكن، بيقول لك ان الميه بتتبخر لان هو متكون من اويل على ووتر، الميه بتتبخر اند بيرميت الفيز انفيرجن عشان يتحول لووتر على اويل. عرفت الملحوظه دي كويس؟ عشان كده احنا قلنا من شويه ان هو اويل على ووتر، لما بحطه على الجلد الميه بتتبخر وبترتبها كميه الاويل اكتر ويبدا يحصل فيز انفيرجن وتحول عندي من ووتر على اويل، من اويل على ووتر ليه ووتر على اويل. الملحوظه دي مهمه جدا جدا جدا، فيز انفيرجن بيحصل في الكولد كريم. اويل از اكسترنال فيز جيف ذا كلينسنج باور اوف ذا كريم، يعني الاويل اللي هو اللي انا حاطه ده كده، الاويل ده اللي هو المينرال اويل ده، هو ده اللي بيلعب الدور الرئيسي عندي في مين؟ في عمليه التنظيف بتاعت الجلد عندي. الفرمويلا بتاعته زي ما انتوا حضرتوها في المعمل، قال لك بيكون 16 و67 من 100 بيزي واكس، مينرال اويل بيكون 50% لان هو المسؤول عن مين؟ هو المسؤول عن الكلينسنج باور، وبالتالي لازم يكون هو اكتر كومبوننت فيهم كلهم 50%. يجي بعد منه البوركس ده نسبته اقل من 1%، الووتر بيكون 32%، الميه دي بقى بتتبخر لما تحط على الجلد ويحصل فيز انفيجن تحول لي ووتر على اويل كريم. تعال ناخد بقى كل كومبوننت منهم، احنا عرفنا المكونات اهي، تعال نتكلم الاول عن كل كومبوننت فيهم. نشوف البوركس، البوركس قال لك ده بيحصل له هيدروليسيس للبوركس ده اند رياكشن ويز فاتي اسيد ان بيز واكس تو فورم السوبس، يعني بعمل الاول هيدروليسيس للبوركس ده. لو انت فاكر في تحضيره الكريم كنا بنحط، قال لك حط البوركس في تيست تيوب كده واغليه على الميه او اغليه اسف على الفليم لحد ما يبدا يطلع فيومز، بعمل له كده كده بعمل له هيدروليسيس عشان يدي لي مين؟ البوريك اسيد. البوريك اسيد ده لما يتفاعل مع الفاتي اسيد يبدا يكون لي سوب، يكون لي السوب، والسوب دي هي اللي هتقوم عندي بدور الامالسفاينج ايجنت اللي هيحضر لي الكريم، هيعمل امالسفيكيشن للمينرال اويل. نرجع تاني، ما بعمل هيدروليسيس للبوركس وافعله مع الفاتي اسيد اللي موجود في البيز واكس بيديني السوب. ليه بقى؟ لا اسف، البوركس احنا خدنا في الكالكوليشنز المفروض اتلغت عندكم الترم ده. البوركس لما بيتكسر ما بعمله هيدروليسيس بيديني بوريك اسيد وان اي او اتش. الان او اتش او الالكالاي ده اما بيتفاعل مع الفاتي اسيد اللي هو البيز واكس، بيتفاعل مع البيز واكس بيديني السوب، يعني البوركس هيطلع لي الكالاي، الالكالاي يتفاعل مع الفاتي اسيد يديني السوب اللي هيقوم بعمل امالسيفيكيشن للمينرال اويل وبالتالي يديني الكريم اللي عندي.
بيقول لك نسبته لازم تكون من 5 ل 7 من البيزواكس. ده مين اللي هو البوركس؟ احنا قلنا هنا ان البيزواكس كام؟ كان 16 ونص او 16 و67%. قال لك لازم نسبة ده تبقى من 5 و7% من البيزواكس ويت. ليه بقى؟ قال لك لان لو زودت كمية البوركس هيديني ضل او جريني، اسف، لو قللت كمية البوركس هيديني ضل او جريني ابيرنس. فاكر انت برضه في تحضيرة العمل لما كنا بنقول لو لقيت الكريم بتاعك محبب شوية او جريني زود له كمية البوركس؟ عشان النقطة دي الكلام بنربط النظرة دلوقتي بالعمل اهو. لما تلاقي البوركس محبب او كريم محبب زود له مين؟ زود له البوركس. لكن لما يكون نسبة البوركس عالية بيديني هارد كريستالز، تلاقي الكريم بتاعك محجر كده وناشف. عشان كده واحد يجي في العمل يقول الكريم بتاعي كان ناشف ومش حلو، اقول له عشان انت زودت البوركس. طب الكريم محبب اقول له عشان انت قللت البوركس. ماشي ليه بقى؟ لان قال لك ان البورك ديو تو اللور سولوبيلتي اوف البوريك اسيد ان ووتر. لان لما بزيد خلاص انا اتكسر عندي اهو، قلنا ان البوركس بتكسر البوريك اسيد وان او اتش، هتكسر كميه الان او اتش اللي انا عايزها لكونت الامالسيفيكيشن. فاي كميه زياده من البوركس هيبدا يحصل اكيوميليشن لكميات البوريك اسيد اللي هتتكسر. يعني هو بتكسر البوريك اسيد وان او اتش، هيبدا بقى البوريك اسيد كميته تزيد، والبوريك اسيد ده ما بيدوبش كويس في الميه ويبدا يديني رواسب او كريستالز تخلي لي الكريم بتاعي هارد. كده خلصنا مين؟ البوركس. تعال نشوف البيزي واكس بقى. قال لك ده بيكونتين او بيحتوي على ميرسايل الكحول از استابلايزر. منيش قوي المهم، بس تعرف ان الميرسايل الكحول ده بيستخدم كاستابلايزر، عشان لو جات لك في سؤال رول ولا حاجه بعرف ان الميرسايل الكحول ده استابلايزر. المينرال اويل قال لك ده بيعمل ايه؟ قال لك بريموف الهاي اماونت اوف السكين اويلز. ده اللي بيشيل او اللي هو المسؤول عن مين؟ زي ما قلنا من شويه هو المسؤول عن الكلينسنج باور، اللي هو مين؟ المينرال اويل. وبيديني emollient should be used. في بعد كده بيقول لك ان الايموليانت يوزد ان كلينسنج، ايه انواع بقى الايموليانت اللي بستخدمها في كلينسنج كريم؟ قال لك في اسبرماسيتي، اسبرماسيتي قال لك ده ميك الكريم اوبيك، بيخلي الكريم بتاعي لونه اوبيك كده وغامق مش شفاف وخفيف شويه، اند اكت از ايموليانت، يخليه يشتغل كايموليانت. في ستايل الكحول 1% قال لك ده بيقلل الاوبكنس اوف السوفتن كريم، يعني في واحد بيزود وواحد بيقلل على حسب بقى انا عايزه ايه. كاكاو باتر قال لك يوزد ان كونسنتريشن من 1 ل 2% از سكين سوفتنر. كاكاو باتر ده حاجه زي الزبده كده بتكون طريه شويه. انت اصلا لما يكون عندك مشاكل في شفايفك او كده يقول لك ادهن زبده كاكاو. ليه؟ لان هي بتشتغل كاموليانت او مرطب، وبالتالي الكاكاو باتر هنا انا بستخدمها كسكين سوفتنر اند هاير بيرسنت جيف جريني تكتشر كلين. نفس الكلام ده الفيجيتابل اويل قال لك اف يوزد هاف اوف اتس كونتنت شود بي ريبليسد باي مينرال اويل. ليه بقى؟ يعني انا دلوقتي لو احط مثلا، لو المفروض احط 10 10 مللي مثلا فيجيتابل اويل، فيجيتابل اويل ده مثلا قد يكون مثلا بيبرمنت اويل، جاسمين اويل، حاجات يعني بتدي ريحه او كده كمعطر، فلازم احط نص الكميه اللي انا احطها دي اعوضها بنص كميتها مينرال اويل. يعني لو احط 10 مللي فيجيتابل اويل لازم احط نص كميته اللي هو 5 مللي مينرال اويل. ليه؟ لان قال لك لو حطيت كل الكميه فيجيتابل اويل ايه، هتلاقي الكريم بتاعك ستيكي بيلزق، تلاقي الكريم بتاعك بيلزق واللمعه بتاعته مش كويسه، لان المينرال اويل هو المسؤول عن اللمعه بتاعت الكريم. كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا اول واحد اللي هو كولد كريم. خش بعد كده على تاني نوع اللي هو السوربتان فاتي اسيد استر. كل دي من انواع اللي هو الفانش، اللي هو كل ده من انواع كلينسنج كريم. خدنا كولد كريم، دلوقتي هنخش على مين؟ على السوربتان فاتي اسيد استر كريم. قال لك كاركترز او الخصائص بتاعته، قال لك ان هو بيكون ذا ناتشورال اسيد لاير اوفر ذا بروتكشن اجينست بكتيريا. انا في اسيد لاير كده انا حاططها او اللي هي موجوده على الجلد دي، ناتشورال اسيد لاير، الجلد بيفرز افرازات اسيدك دي بتشتغل كبارير او بتعمل بروتكشن اجينست البكتيريا. سو اف ذا سكين بي اتش تشينج تو الكالاين ات ويل مور سكسيتابل تو مايكروبيال انفكشن او بكتيريال انفكشن. يعني الجلد بتاعك لو انت جيت كده لقيت نفسك عرقان ولا حاجه وحطيت لسانك على العرق اللي طالع ده هتلاقيه حادق او اسيدك. قال لك الجلد الاسيد اللي بيفرزه ده بيشتغل كبارير ضد البكتيريا. لو حطيت اي كريم بقى يغير من البي اتش بتاعت الجلد دي هيصبح الجلد بتاعك اكثر عرضه للميكروبات والبكتيريا، لان الاسيد اللي كان بيموتها ما بقاش موجود. قال لك استخدام او اكسسيف يوز اوف السوب اولسو تشينج ذا بي اتش، لان السوب ده عارفين ان هو الكالاين، بيبقى فيه الكالاين نسبه الكالاي عاليه، وبالتالي هيغير لي البي اتش بتاعت مين؟ بتاعت السكن، وبالتالي البكتيريا تبدا تهاجم السكن. قال لك اكسسيف يوز اوف سوب اولسو تشينج ذا بي اتش اوف ذا سكن، قلنا الكلام ده. بفر ده اسيد كلينسنج كريم ريكفر السكن بي اتش، اللي هو خلاص بقى انا لقيت ان البي اتش بتاع الجلد بدأ تتغير هبدأ احط له اسيدك بي اتش كلينسنج كريم.
زي ايه؟ قال لك زي السيتريك اسيد، اللاكتيك اسيد، الليمون جوس، عصير الليمون، اند مور او سم اوف اسيديك سبستانس كان بي يوزد، مواد ثانيه اسيديك ممكن استخدمها. نوت كونسيدرد از انتي بكتيريال كريم، يعني هم ما بستخدموش كانتي بكتيريال. ليه مش بستخدمه كانتي بكتيريال؟ لانه اصلا ما فيش فيه ماده انتي بكتيريال، ما فيش فيه مثلا انتي بيوتيك، ما فيش فيه انتي بكتيريال، ما فيش فيه مناظف مثلا، ما فيش فيه ديزنفكتنت، ما فيش فيه الكلام ده. لا، هو كل بيعتمد فكره على فكره الاسيديك بس، او الاسيديك ميديا بس هي اللي بتموت، لكن هو ما فيش فيه انتي بيوتيك صراحه كده، عشان كده ما اقدرش اقول عليه ان هو انتي بكتيريال كريم. بعد كده نوع من انواع الكلينسنج كريم، بعد كده في ديترجنت كلينسنج كريم، ده النوع اللي هو الثالث. قال لك بتكون من ايه؟ قال لك بتكون من نون ايونيك ديترجنت، ديترجنت يعني منظف بس مش بتأين، وجزء من الفانيشنج كريم. الله، احنا خدنا الفانيشنج كريم؟ لا لسه ما خدناش الفانيشنج كريم، هناخده كمان شويه. ماشي، بتكون من ايه النون ايونيك ديترجنت؟ قال لك بتكون من بولي ايثيلين جليكول 400 مونوستيريت، ده النون ايونيك ديترجنت. والجزء اللي بيتكون من فانشنج كريم، هتلاقي دي المكونات بتاع الفانشنج كريم اصلا زي ما ناخدها دلوقتي، بيتكون من ستيريك اسيد وجليسرول والكي اتش، خدت الكلام ده انت برضه في العملي، وبريزرفاتيف ووتر بيرفيومز. هناخد التركيبه بتاعت الفانشنج كريم دلوقتي، ما تستعجلش. قال لك ايه العيوب بتاعت اللي هو الديترجنت بقى؟ قال لك اكسسيف ديفيتنج. يعني ايه ديفيتنج؟ يعني بيعمل التهابات او تقشير في طبقه الجلد. مايت هابن ديو ديترجنت افكت، يعني انت لو استخدمت الصابون كتير بتلاقيه يبدا يعمل التهابات كده وديفيتنج، حاجه اسمها ديفيتنج افكت في الجلد بتاعك. وبالتالي لازم احط ايمولينت، ماده مرطبه زي الجلوسرول او جلوسرول مونوستيريت ولانولين انتي ايزوبروبايل ميريستيت. الامثله دي مهمه قوي، جلوسرول مونوستيريت واللانولين والايزوبروبايل ميريستيت، كل دول عباره عن ايمولينت بستخدمهم مع مين؟ مع الديترجنت كريم عشان يقلل لي الديفيتنج افكت. ممكن تيجي لك سؤال رول في الامتحان او في سؤال ماتشنج مثلا، يقول لك جليسرول مونوستيريت ده بستخدمه في ايه مثلا؟ اخر نوع معانا من الكلينسنج، قال لك انتي بكتيريال كلينسنج كريم، يعني خلاص انتي بكتيريال اهو، يبقى في اكيد في ماده بتستخدم كانتي بكتيريال، او انا حاطط في ماده انتي بكتيريال. قال لك ده بيكونتين بكتيريسايدال سابستنس از هيكسا كلوروفان، الماده دي زي ما تاخدها في سنه ثالثه ان شاء الله في الميكروبيولوجي، ماده الهيكسا كلوروفان دي بتستخدم كانتي بكتيريال اند كواترنري امونيوم كومباوندز لايك سيتريمايد. في برضه ماده اسمها السيتريمايد دي تعتبر انتي بكتيريال. ماشي، يعني هو كريم عادي، كلينسنج كريم عادي، بس نحط عليه ماده انتي بكتيريال بس كده. خلصنا اول نوع اللي هو مين؟ اللي هو كلينسنج كريم. تخش دلوقتي على مين؟ على الفانيشنج والفاونديشن كريم، كريمات الاساس بقى والحاجات الحلوه بتاعت البنات دي. ايه الخصائص بتاعت الكلينسنج كريم، الفانيشنج كريم اسف، الكومبوزيشن بتاعه؟ قال لك يوزد ديورنج ذا داي ايزر الون، يعني بستخدمه كفانيشنج كريم، او يوزد از ادهيرنت بيز فور باودرز، يعني بستخدمه كفانيشنج يعني عشان بنضف بيه بقى، اللي هو في كلمه فانيش يعني بقضي على اي حاجه، بقضي على اي وساخه او اي حاجه موجوده على الجلد او كده، ده كلمه فانيشنج. اند يوزد از ادهيرنت بيز، البنات بقى لما يجي يحطوا ميك اب وكده لازم الاول يعمل فاونديشن كريم او كريم اساس، عشان لما تيجي تحط الميك اب بقى والفول ميك اب والحاجات بتاعتهم دي، تبدا البودره تلزق على الفاونديشن كريم ده ما تنزلش. قال لك ان فانيشنج كريم ستيريك اسيد از اويلي فيس، طبعا خدنا الكلام ده في العمل، ان ستيريك اسيد بيكون هو الاويل فيس. كريستالز از او ان انفيزيبل فورم اون ذا سكين، تهمنيش قوي كون كريستالز على الجلد. جيفز نون جريسي تاتش، برضه كل ده خصائص. ذا امالسفاير از ا سوب، هنا بقى الامالسفيكيشن او الامالسفاينج ايجنت هو السوب زي البوتاسيوم ستيريت. فورم باي نيوتراليزيشن اوف 20% اوف ستيريك اسيد وذ الالكولاي، يعني انت لو كنا بنيجي في الفانيشنج كريم كنا بنجيب ستيريك اسيد ونحط كميه الكولاي، كنا بنحسبها برضه في الكالكوليشن. فلما بحط الالكولاي مع الاستيريك اسيد كوني بوتاسيوم ستيريت اللي هو اصلا مستخدم كسوب. السوب عرفنا ان هو نوع من انواع الامالسفاينج ايجنت. الفاونديشن كريم بقى قال لك ده بيكون هاف جود هولدنج باور، يعني بيخلي الباودرز تمسك فيه كويس او بتعمل هولدنج عليه كويسه، تمسك فيها ما تنزلش زي ما قلنا. هيوميكتانت بضيف عليه هيوميكتانت زي اللانولين والجليسرين، حاجات مرطبه. هيلب باودر ريتنشن، يعني خلي الباودر برضه يمسك. اند ليف نون اوكلوسيف فيلم، برضه الهوميكتانت بتخليني او تسيب لي نون اوكلوسيف فيلم عشان يقل الريتيشن. كربونيتس، كربونيت بقى كانت بي يوز، احنا قلنا هنستخدم الكلاي من فوق، قلنا هنستخدم اللي هو اي الكلاي، بس ما قلناش ايه نوع الالكلاي. هنا بقى هنحدد الكلايز معينه ممكن استخدمها. قال لك ان الكربونيت ما ينفعش استخدمها كالكلاي. ليه؟ قال لك كانت بي يوزد از الكلاي بيكوز كربون دايوكسيد جاز ليبريتد، يعني لو حطيته في مكونات الفانيشنج كريم هبص تلاقيه بيكون لي CO2، انت عارف طبعا CO2 غاز
بيحصل او will not escape from the viscous cream، مش هيهرب من الكريم وهيبوظ الكريم ويبقى لونه اصلا اسود وحالته وحشه، بوظ الكريم بتاعي. وبالتالي اعرف لهنا ان الكربونيتس ما اقدرش استخدمها ليه، والسبب عشان خاطر بتعمل ليبريشن لسي او 2 جاز. الامونيا قال لك هاف ذا ابيلتي تو ديسكالر كريم، الامونيا بتعمل ديسكالريشن، يعني لو انا حاطط مثلا باودر او حاطط كولرنج او حاطط صبغه مثلا معينه او حاطط اي كولر، الامونيا تعمل لها ديسكالريشن وتكسر الصبغه دي. بالتالي الالكالين المناسب عندي قال لك الكي او اتش والان او اتش هم الكويسين او بستخدمهم، بس بفضل الكي او اتش، بس الاثنين ممكن استخدمهم، بس كي او اتش هو الاحسن بالنسبه لي. كولرد فاونديشن برودكتس بريبيرد از فانيشنج كريم، بحضره كفانيشنج كريم عادي، ويز 2% تيتانيوم دايوكسيد از كولرنت. يعني عندك فاونديشن كريمز بتلاقي احيانا ملونه، قال لك بتتكون من ايه بقى اللي هي الملونه دي؟ قال لك ده فانيشنج كريم عادي بس بحط عليه صبغه ملونه، فانيشنج كريم بس بحط عليه صبغه ملونه بسميها تيتانيوم دايوكسيد ويز كولرنت. يعني هضيف عليه تيتانيوم دايوكسيد، وهنعرف الدور بتاع تيتانيوم دايوكسيد كمان شويه، واحط عليه كولرنت اللي هي ماده ملونه. ماشي كده خلصنا مين؟ كده خلصنا الكريم. خش دلوقتي بقى على التواليت باودر، بودرة التواليت او بودرة الحمام. دي ايه اليوزز بتاعتها؟ قال لك بتعمل امبورت سموث سكين، بتخلي السكين بتاعي سموث، بتعمل ماسكينج الماينور فيزيبل امبرفكشن، يعني في تجاعيد مثلا في الوش، تجاعيد كده في الوش، تلاقي في ناس وشها مجعد كده وفي حبوب وبتاع، بيبدأ يحط التواليت باودر او كوزموتيك بوسترز دي الاستخدامات بتاعتها. الكاركترز بتاعتها قال لك شود نوت بي هارد، ما تكونش هارد طبعا، دي انا بدي بعملها على بحطها على الجلد، فلو هارد هتجرح الجلد، اور شارب ما تبقاش حاده برضو عشان تمنع او ما نعملش او نعمل بريفنت الدمج بتاع السكان. ما بتدوبش في الماي نوت سولبل ان الووتر اند السكان فاتس بات ابزورب الووتر، هي بتمتص الماي لكن ما بتدوبش في الماي، في فرق كبير. يعني هي لو حطيتها في الماي كده ما تدوبش فيها، لكن لو انت حطيت ماي عليها هتمتصها عادي، في فرق كبير قوي بينهم. نوت ايريتنت، ما تبقاش ايريتنت. وود كفرنج باور، بتعرف تغطي الامبرفكشنز اللي هي التجاعيد زي ما قلنا. سو كان هايد بليمشز اللي هي الامبرفكشنز. نوت ديسيبليتد ان فيو مينتس، يعني ما تختفيش في دقايق. ادهير بيرفكتلي، بتمسك كويس في الجلد. مات اور باتش لايكس كاركترز، يكون شكل اللزقه كده او الشبكه، يعني نقش شكلها ما بحطها تبقى عامله زي الشبكه كده مع الجلد، ما تسيبش منه يعني. الكومبوننت بقى بتاعت الكوزموتيك بوسترز زي قال لك، دي اول حاجه ماتيريال امبارت ادهيشن، اول حاجه ماتيريالز تخليه يمسك كويس الجلد. قال لك زي ايه؟ قال لك زي اير ووتر بروف، عازله للميه، فلافي عامله زي الدقيق كده او خفيفه، اند هاف جود كفرنج باور، وليها قدره انها تعمل كفرنج باور للامبرفكشنز. زي مين؟ قال لك زي الاستياريتس اوف زنك اند ماغنيسيوم. لو جه قال لك ايه الدور بتاع المغنيسيوم استياريت او الزنك استياريت، هتقول ان هو ماتيريال بتمبارت الادهيشن في الكوزموتيك بوسترز. في ماتيريالز امبارت كفرنج باور، بتساعد بقى في الكفرنج. قال لك هاف ذا ابيلتي تو كفر ذا امبرفكشنز، تغطي التجاعيد بتاع الجلد دي، والبورز ان ذا فيس، بتغطي اللي هي اصلا الاستخدام بتاع التواليت باودر زي ما قلنا. زي مين؟ قال لك زي التيتانيوم دايوكسيد، تيتانيوم دايوكسيد والزنك اوكسيد والمغنيسيوم ستيريت. فبقى احنا برضو خدنا المغنيسيوم ستيريت هنا مستخدم كايه؟ كامبارت الادهيجن، وهنا كمان بستخدمه ك ماتيريال امبارت كفرنج باودر. امثله نخلي بالنا من الامثله يا شباب. في اخر حاجه ماتيريالز امبارت الابزوربتنسي، يعني دي او الابزوربنسي بتساعد في الامتصاص بتاع الووتر، لو في ووتر مثلا جت عليه بتساعد في الامتصاص بتاعه. قال لك تو بريفنت السمادجنج او السمادجنج اللي هو التلطيخ، يعني مثلا لو انت جبت مثلا دقيق او البودره دي لو اتحط عليها ميه مثلا تخليها تلطخ تبقى عامله زي العجينه كده على الوش وحاجه تقرف يعني. فانا بحط مواد تمتص الميه دي او ابزوربنت للميه دي عشان ما تعمليش سمارجنج او تلطيخ للبريبريشن بتاعي. زي مين؟ قال لك زي الكولويدال كاولين، كاولين طبعا هاف جود ابزوربنس فور اكواس اند فات سبستنس، بنمص الفاتي والاكواس سبستنس. البنتونايت قال لك ده ريرلي يوزد بيكوز اتس ويلز باي ووتر، بيحصل له انتفاخ بالميه، فرحتي على لازمته ايه بقى؟ كالسيوم كربونيت نوت بي يوزد ديو تو انكمبابيلتي ويز السوب، السوب ما بقدرش استخدمه حالة لو عندي او الكريم بتاعي او الباودر اسف بتاعي حاطط عليه سوب. ام جي سي او 3 از ليس الكالاين، اقل شويه من الكالسيوم كربونيت، اند هاف جود ابزوربنس تو بوث ووتر اند فاتس، وجود ادهيشن برضه فلافي اند هاز جود كفرنج بار. اعرف بس، حاول تعرف الامثله
لو في اي كومنت مثلا زي اللي بتاعت الانكومباتيبلتي مع السويب. بعد كده الستارش قال لك هاز جود ووتر اند فات ابزوربنس جود ادهيشن نون توكسيك بات اتس ايدل كالتشر فور مايكرو اورجانيزمز. تخيل بقى انت جايب ستارش او دقيق كده تحطه على وشك، والبكتيريا اصلا بتحب الكربوهيدرات دي عشان تعمل فرمنتيشن على تبدا تغذى عليها والكلام ده، فتلاقي وشك عباره عن مزرعه بكتيريا حقيقه، تلاقي وشك عباره عن مزرعه بكتيريا. فبالتالي ما ينفعش استخدم الستارش عندي ك ماتيريال اب بارت الابزوربنس. بعد كده في كولرز او كولرز فور فيس باودرز، في الوان بقى بستخدمها. قالك زي مين؟ قالك زي الايرون اوكسايد بيجمنت اللي هم الوانهم ريد يلو براون، موجود الثلاث الوان دول. دايلوتد 10 تايمز ويز ام جي سي او 3، هو من الام جي سي او 3 ده اللي هو امبارت الابزوربنسي. ماشي، في نوعين منها، في كومباكت كومباكت باودر وفي كيك ميك اب. البنات اللي هتفهم الكلام ده شويه يعني، تعال نقول الكلام الانجليزي وبعدين نشرحه. كومباكت باودر اوردينري فيس باودرز كومبريزد انتو كيك فروم بيندرز ماست كيب كيك كومباكت اندر نورمال كونديشنز اند كوم اوف ايزلي باي باف رابنج. يعني ايه حاجه زي الكومباكت كده؟ الناس مثلا البنات هم اللي عارفين العلبه دي، بتلاقيها كده علبه مدوره كده صغيره ومكبوسه، الباودر مكبوس كده مع بعض عامل زي يعني حاجه زي الجبس كده بس مكبوسه في بعضها. بتبدا بالسفنجه بتاعتكم دي اللي هي ما اعرفش بتقولوا عليها ايه، فلاشر ولا بتقولوا عليها ايه، مش فاكر ولا بتقولوا عليها ايه يعني، بالسفنجه دي تبدا تاخد من الباودر ده تحط على وشك. يعني مجرد ما بتحكيها في الباودر كده الباودر بيطلع معاها، تبدا تحطيها على وشك. ده اسمها كومباكت باودر. لكن الكيك ميك اب قال لك ده بيكون ستيف لايك كونسستنسي اوف الباودر بيس، ده بيكون عباره عن عجينه كده، نفس الكلام برضه حاجه زي الكيكه كده او العجينه. باخد حته منها يعني بتلاقوها برضه في علبه، باخد حته كده بصابعي كده او باي حاجه، حته مثلا نص سنتي ولا حاجه او نص جرام ولا حاجه، احطها وابدا ادعكها. ده هنا اسمها كيك ميك اب. لكن الكومباكت باودر قلنا معناها ايه كده. خلصنا مين؟ خلصنا التويلت باودر. في التالك باودر، بودره التالك بقى ايه استخدامها؟ قالك دي بتابزورب الموتشر افتر باسنج، يعني عند الاطفال خصوصا. يقول لك بودره التالك دي بعد ما اعمل البيبي كده يستحمى او ما يكون عامل بيبي او كده، بحط له البودره دي عشان خاطر تمنع التسلخات، لان طبعا الاطفال بيبقى عندهم جلدهم او رجلهم بتبقى لازقه على بعضها، فبحط لهم تالك باودر عشان خاطر التسلخات او البكتيريا ما تنتهزش الفرصه وتعمل تسلخات. فانا بحط التالك باودر دي عشان تعمل ابزوربنج للميه اللي موجوده دي، وتعمل برضه لوبريكانت اند بريفنت السكين اريتيشن وتمنع الالتهابات. بعد كده في الديودرنت باودر، ديودرنت يعني بتزيل الروائح. الكومبوزيشن بتاعها بيكون ايه؟ قال لك مايلد استرينجنت زي زد ان او وزد زنك ستيريت، بكتيري سايد زي كلوروكسيدين داي اسيتيت تو سبريس المايكرو اورجانيزم بروليفريشن ذات ريسبونسبل فور ذا ايدر بريسبيشن او البريسبيريشن. يعني بيقول لك ان انا بحط بكتيري سايد ليه؟ لان احنا خدنا في الجزء بتاع الترانسديرمال ان ابو كراين جلاند او الكراين جلاند عموما مش بت او مش او الجلد مش بيفرز الكولر او او المايه اللي بتطلع او السائل اللي بيطلع ده، ما بيكونش ليه ريحه، بس البكتيريا اللي موجوده على الجلد هي اللي بتسبب الريحه دي. فانا هنا عايز احط بكتيريا سايد عشان يقتل البكتيريا دي والريحه تطلع. اي نعم العرق هيطلع عادي والكلام ده هيطلع عادي، بس الريحه نفسها تختفي، يعني نفسك عرقان بس من غير ريحه. ماشي، القلم اللي هي الشابه اللي هي الالومنيوم هيدروكسيد زائد بيرفيوم زائد بكتيريا سايد اولسو يوز، ده كومباينيشن كده بستخدمه مع بعضه كديودرنت باودر. يعني الشابه اللي هي الالومنيوم او الالومنيوم هيدروكسيد وبيرفيوم وبكتيريا سايد. في البيبي باودر، البيبي باودر دي بقى عباره عن تالك باودر اور زنك باودر ويز بوريك اسيد از انتيسيبتيك. هو نفسه بيبي باودر عباره عن تالك باودر بس حطيت عليه انتيسيبتيك. تالك باودر بستخدمه غير انتيسيبتيك، لكن البيبي باودر بحط عليه انتيسيبتيك. الليبستيك بقى، الليبستيك اللي هو طلاء الشفايف او الروج بالمعنى العربي بتاعنا. قال لك ده بيبقى عباره عن الكراكتس بقى، بيقول لك عباره عن اويل واكس بيز ستيف انف تو فورم ستيك عشان تخليه يلزق كده ويبقى حلو كده زي ما احنا عايزين. ريد ستيننج معظمه بيبقى احمر. داي ديسولفد اور سسبند ان ذا اويل، بجيب اويل كده واحط الكلر ده فيه يبقى دايب او سسبندد فيه. ريد بيجمنت اولسو مي بي سسبندد، تبقى سسبندد قلنا الكلام ده. ممكن احط برضه فيه بيرفيومز معظمهم بقى ليهم ريحه وفليفرز برضه عشان يبقى طعمه حلو عشان ما تقرفش منه. بيقول لك ان الميكشر از مولدد اند انكلوزد ان كيز، يعني القلم اصلا القلم بتاع الروج كده الشكل بتاعه ده او وانا بصنعه في حاجه اسمها مولد، هتاخدوه في الترم الثاني في السبجيتري.
يعني بحد بجيب الماده بتاعته واصبها في قلب المولد ده، تديني الشكل بتاع الصبع بتاعه، وابدا احطه بقى في الجهاز بتاعه او في الكيس بتاعه اللي هو البلاستيك اللي بتقعد تلفوه ده. الليبستيك ماست بي هاير ميلتنج بوينت زي البادي تمبريتشر. ايوه، يعني انت لما درجه حراره الجسم بتاعتك 37 37 ونص، ما ينفعش ان الليبستيك يكون بيدوب في درجه الحراره دي، لازم على الاقل مثلا يكون من 55 ل 75 درجه. ليه؟ عشان ما تلاقوش ساح كده على شفايفك من السخونيه. وكمان استعمل الهاير تمبريتشر، لو انا عندي مثلا عايش في الكويت مثلا بتلاقي درجه الحراره بتوصل 50 و55 و60 وارقام غريبه، فلازم يكون درجه الذوبانيه بتاعته عاليه عشان ما تبقاش ماشي كده في الشارع تيجي مثلا تنشف العرق من على وشك تلاقي الروج كله طلع في قلب المنديل بتاعك. ما ينفعش، لازم يكون البادي تمبريتشر بتاعته اعلى من البادي تمبريتشر بتاعت البطن. بيتكون من ايه؟ قالك بيتكون من الكومبوزيشن بتاعه بقى، هو كتير ده، كل ده كومبوزيشن بتاع يعني بص شايف الكومبوزيشن ده كله بتاع البتاع اللي انتوا بتحطوه على بقكم ده، عشان تعرفوا ان انتوا ان احنا بنعاني قد ايه من الحاجات دي. كذا حاجه هون عشان خاطر شويه البتوع الحمر اللي بتحطوه مع شفايفكم ده. ما علينا، بتكون من اول حاجه من واكس ميكتشر. اللي بتكون من ايه؟ هو واكس ميكتشر. فميكتشر من ايه بقى؟ قالك من البيزي واكس والكانديلا واكس والاوزوكريت واكس والكارنوبا واكس، كل دول امثله على الواكس ميكتشر اللي بيستخدم في مين؟ في البيز واكس. رقم اتنين الاويل ميكتشر ريكواير تو بلند ويز الواكسز، بحطه مع الواكس. جيف سين فيلم افتر ابلكيشن، بيسيب لي فيلم كده على الجلد بتاع بعد ما اعمله. سولفنت فور داي اند ديسبيرسنج ايجنت فور بيجمنت، برضه بدوب فيه البيجمنت بتاعتي. زي مين؟ قالك زي الكاستر اويل، خصوصا ان بيكون كولرلس تيستلس ستيبل نو ترانسيت، ما بيحصلوش رانسيت وريحته تبقى وحشه. سو كاستر اويل از ذا بيتر ذان اوليف اويل اند الموند اويل ويتش از ان سيوتابل ان ليبستيك. يبقى لو جت قالت لك مين السيوتابل اويل في الليبستيك هتقول لها كاستر اويل. كاستر اويل هو المناسب، اعرفوا انتوا الحاجات دي بتاعتكم انتوا بقى، اعرفوا انتوا يا بنات الكلام ده، كاستر اويل موجود في الليبستيك. البرومو ميكتشر، البرومو ميكتشر قال لك از سوليوشن اوف ستيننج داي، ده عباره عن دايز ستوب بلند ويز سيوتابل ماتيريالز، بحطها على ماتيريالز ذات هيلب ذا داي ريمين ان ذا سوليوشن، هتخلي الداي بتاعتك دايبه في السوليوشن اور سسبندد ان اويل واكس. زي مين البرومو ميكتشر؟ قال لك زي البرومو اسيد. او عباره عن ايه البرومو ميكتشر ده؟ هو برومو ميكتشر، ميكتشر من ايه؟ قال لك من برومو اسيد اللي هي الالوان والسولفنت اللي هدوب فيه الالوان دي. قال لك جيف كلرز بيكون الوانها ريد بينك يلو فلورسنس هالوجينيتد فلورسنس، ده انواعها برضه. او وكمان زائد سولفنت زي مين؟ زي البروبايلين جلايكول والبي اي جي 200 و400 اللي هم الملوك القريب بتاعهم قليل. الكالرز الالوان، الالوان بقى قال لك بتكون بيجمنت كتكون بيجمنت او داي ستاف. ايه الفرق بين الداي والبيجمنت؟ قال لك ان الداي دي صبغه بتدوب في الميه، لكن البيجمنت مش بتدوب في الميه، ده الفرق بين الاثنين بالظبط. تعال نشوف البيجمنت زي ايه. قال لك البيجمنت زي الكرامين بيجمنت، قال لك ده بيجي من حشره اسمها كوشينيال انسكت، حشره الكوشينيال ده تقريبا نزلتها لكم على الجروب الصوره بتاعتها ويز امونيا. لما بجيب الامونيا دي واحطها على الكوشينيال او الاكستراكت اللي جاي من الكوشينيال ده بيديني من الحشره دي، بسميه الكرامين بيجمنت اللي بتحطوها على شفايفكم دي اللي جايه من حشره اسمها الكوشينيال. جيف جريت ديفرنس ان اوبيستي اند انتنسيتي، ليها اشكال كتير من الاوبيستي والانتنسيتي. الداي ستاف ما بيكونش فيها كولرز، اقول لك كولرز زي مين؟ زي الفيريك اوكسايد، ما بيكونش فيها كولرز زي الفيريك اوكسايد. البرفيوم البرفانات بقى اللي بتديك ريحه حلوه للليبستيك، شود بي فروم فروم اريتيشن، ما يعملش اريتيشن ويكون جود تيست، طعمه برضه كويس. شود كفر اني فاتي اودر، يعني لو في ريحه الفاتس، انا بتكلم ده انا عندي بقى واكس ميكتشر وفاتس هي، انا ممكن يكون ليها ريحه، قال لك لا البيرفيوم ده عشان يشيل ريحه ده الكهرباء واكس والاوزوكرايت واكس والكلام ده كله، لازم احط بيرفيوم. بات نوت سترونج، نوت سترونج تو كفر ذا افكت اوف اذر بيرفيومز، يعني انا حاطط بيرفيومز تانية تديني ريحه حلوه، فما يكونش البيرفيوم اللي انا حاطه عشان يغطي الريحه بتاع الزيت دي او الواكس دي ريحته اعلى منها. قال لك زي مين؟ قال لك زي الفلورال فراجرانس. ممكن احط كمان انتي اوكسيدنت، ليه انتي اوكسيدنت؟ لان انا عندي اويل فوق كاستر اويل ده، قلنا ان هو ما بيحصلوش رانسيدتي بس ممكن احيانا يحصل له رانسيدتي او يحصل رانسيدتي لاي واكس من مكونات الواكس اللي فوق، وبالتالي لازم احط انتي اوكسيدنت ليه؟ عشان يعمل جاردنج او يحمي اجينست رانسيدتي بتاعت مين؟ بتاع الانكوبريتد فاتس. انا حاطط فاتس فوق سواء كانت اويل او واكس، لازم احط لها انتي اوكسيدنت عشان يمنع الرانسيدتي او التزرنخ بتاعها. قال لك زي مين؟ خدنا الامثله دي قبل كده، بيوتايل هيدروكسي انيسول اللي هو البي اتش اي، البيوتايل هيدروكسي تولوين اللي هو البي اتش تي،
البروبا او البروبايل جلات، كل دول امثله على الانتي اوكسيدنت. بريزيرفاتيف او مواد حافظه، بروبايل بارا هيدروكسي بنزويت. اذر اديتيفز، خدنا بقى من شويه تيتانيوم دايوكسيد، قلت لك هنعرف الدور بتاعه دلوقتي. تيتانيوم دايوكسيد ده قال لك ده امبارت الهاي ديجري اوف برايتنس، بيخلي كده اللون بتاع الروش كده لونه زاهي كده وحلو، تو ذا كولر اند جريت كفرنج باور بيتر ذان زنك اوكسايد، يعني هو احسن من زنك اوكسايد في الموضوع ده. بقى التيتانيوم دايوكسيد ده مهم جدا جدا، بيجي في كل امتحان يقول لك الدور بتاع التيتانيوم دايوكسيد ده، قال لك ان هو بيديني برايتنس. دي كل المكونات بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو الليبستيك. عرفتوا ليه الليبستيك يبقى غالي وسعره غالي وتزعلوا تقولوا ده انا جايب روج ب 100 جنيه و200 جنيه و500 جنيه وحاجات غريبه؟ عشان في المكونات دي كلها. ماشي، نيجي بقى للحاجات الخاصه بالرجاله شويه، الشيفنج بريباريشنز. الشيفنج بريباريشنز قال لك الشيفنج بريباريشنز في منها نوعين، في حاجات باخدها قبل الحلاقه وحاجات باخدها بعد الحلاقه. تعال نشوف الحاجات اللي باخدها قبل الحلاقه لازمتها ايه. قال لك دي بتمنع الاريتيشن اوف ذا سكين اند فاسيليتيت الشيفنج، تسهل يعني الرجاله عارفه الكلام ده، بجيب مثلا لوشن او كريم او حاجه بحطها قبل الحلاقه عشان تمنع الاريتيشن، وفي نفس الوقت بتسهل انزلاق الموس او المكنه او اي حاجه اللي بتحلق بيها على البريست او الدقن بتاعتك. ويت اند سوفتن اوف البريد، بتنعم البريد بتاعتك اند البريكيت سكين، بتخلي السكين بتاعك ناعم شويه عشان يعرف يبقى ماشي حلو مع المكنه اللي بتحلق بيها. في منه نوعين، قد يكون لوشن او بري شيفنج باودر. تعال اللوشن الاول، قال لك بيكون اقوى سوليوشن اوف الاكريليك اسيد، اكريليك اسيد اور اكريلامايد، ده بيكون اقوى من الاكريلامايد او الاكريليك اسيد. مي كونتين انتي بكتيريال ايجنت بيرفيوم كولر واحد من سول. قال لك مي كونتين ويتنج ايجنت، ممكن احط عليه ويتنج ايجنت تو فاسيليتي سبريدنج اون الاويلي سكريشن. ده بالنسبه لمين؟ للوشن. البري شيفنج باودر بقى لك زي بودره التالك دي برده، عشان احطها او ابزورب بالبرسبيريشن اند سبيشس سكريشن، يعني اي افرازات طالعه من الجلد سواء سبيشس او ريسبيريشن حط التلك عشان يمتصها. وكولويدال كولين ادد تو امبروف ابزوربنج او الابزوربشن اوف المويتشر اند اديشن ستيب، يعني الاثنين دول هم دول بري شيفنج كريم متكون من الاثنين دول. في كمان شيفنج سوب بقى، خلاص الشيفنج سوب ده الصابون بقى اللي بحلق بيه. قال لك سابونفايد ستيريك اسيد نوت بروديوس سفشنت ليزر، يعني الستيريك اسيد ده لو انا فكرت اعمله سابونفيكيشن مش هيديني رغوه كفايه عشان اعرف احلق. الكوكونات اويل انكلود تو انهانس اللازر، ايوه كوكونات اويل. كده احنا عرفنا حاجتين من شويه، عرفنا ان الكاستر اويل ده بستخدمه في حاله الليبستيك لان يعني ما بيحصلوش رانسيتي وكلر ليس والكلام اللي خدناه ده، ودلوقتي الكوكونات اويل ده عشان يديني انكلود اند انهانس اللازر، بيزود اللازر او بيزود الرغوه بتاعتي، يخلي الرغوه حلوه كده. يعني بجيب ستيريك اسيد واحط عليه كوكونات اويل عشان يزود الرغوه. الكي او اتش ال ان او اتش النسبه بتاعتهم بيكونوا الاثنين موجودين، بحطهم بنسبه 5 ل 1، الكي او اتش 5 مرات و1 ان او اتش عشان يعمل سابونيفاينج ايجنت، يعمل سوب. الجليسرين ان هيوميكتانت، بستخدمه كهيوميكتانت عشان يعمل بريفنت للدراينج اوف الكريم عشان اخلي الكريم ده ما ينشفش. اند انكريز السكين هايدريشن، يعني انا بقعد الكريم ده بسيبه مثلا بفضل معاه مثلا 5 6 شهور مثلا علبه الكريم اللي بحلق بيها دي او انبوبه الكريم دي، فبالتالي لازم احط عليها حاجه تخليها رطبه دايما وما تنشفش. مينرال اويل او فاتي اسيد بحطها عشان تبقى تديني اموليانت سنسيشن. في بقى دي كان البري شيفنج، في بقى الافتر شيفنج. الافتر شيف كلنا عارفين الافتر شيف كريم، قال لك جيف كولنس افكت، يعني انت بعد ما تحلق كده بتجيب بترش كولونيا مثلا بنسميها اسمها افتر شيف، او بتدعك او بتحط كريم او كده ليه؟ عشان يديني اموليانت او تديني كولنس، يحسس دقنك كده او الشنب بتاعك او البريد بتاعتك ان في كول كده ورطوبه كده. كونتين لوكال انستيك از بنزوكاين، احيانا بيبقى في بعض الجروح مثلا بتحصل وانت بتحلق، فبضطر ادي لك مخدر عشان ما تحسش بالالم بتاعك كل شويه. قال لك زي مين؟ زي البنزوكاين. كده خلصنا مين اللي هو شيفنج بريباريشن. نخش على الهير بريباريشن. قال لك الهير بريباريشن بقى قال لك اللي هي عباره عن الشامبو، التعريف بتاع الشامبو ايه بقى والشامبو ايه؟ قال لك اتس بريباريشن اوف سيرفكتنت ان سيوتابل فورم، بستخدمه في سيوتابل فورم، ممكن يكون ليكويد او سوليد او باودر، وهنشوف ازاي دلوقتي. يوزد تو ريموف الجريس، يعني عشان اشيل اي طبقه دهنيه او اي وساخه او ديرت او سكين ديربس، حاجات وحشه موجوده على الشعر فروم هير شافت اند سكالب، ومن على الجلد برضو بتاع الدماغ، وزاوت افكتنج ادفيرس الزهير من غير ما اذي الهير بتاعي. امبارتنج اللاستر اند بيوتي، بيخلي الشعر بتاعك بيلمع كده، الشامبو بيخلي الشعر بتاعك بيلمع كده وملمسه حلو.
الكاركترز بتاعته قال لك should be easily removed، لازم يحصل له ريموفنج بسهوله from here when washed by water، يعني لما احط الشامبو مجرد ما اغسله بالميه ينزل، ما لقاهوش مش راضي ينزل مثلا. must not cause irritation، ما يعملش irritation او damage للاي، لو وقع على عينك مثلا وانت بتستحمى او بتغسل ما يجيش على عينك يحرقها ويعمل irritation، لا لازم يكون حاجه عاديه زي نزول الميه مثلا على العين. should not irritate the scalp، ما يعملش irritation لفروه الراس نفسها. في سيرفاكتنت بستخدمها في الشامبو، زي مين قال لك؟ كاتايونيك سيرفاكتنت دي بتكون دينجرس جدا. كاتايونيك دي ممنوع اي حاجه ممكن تلامس العين او تخش في البطن اورال او كلام من ده، ممنوع يبقى فيها كاتايونيك سيرفاكتنت. كاتايونيك سيرفاكتنت ده بيكون توكسيك جدا ودينجرس. الاسبان او توينز اللي هو الوسط بقى اللي هو النون ايونيك، قال لك ده بيعمل اريتيشن شويه او اريتيشن خفيف، انما الانايونيك، الانايونيك ده قال لك سيرفاكتنت فول بتوين ذا تو جروبس، يعني واحد فيهم دينجرس او ممكن يعمل اريتيشن او توكسيك قوي اللي هو الكاتايونيك، والنون ايونيك ده بيكون فيري سلايتلي اريتيشن، بيعمل اريتيشن بس حاجه بسيطه مقارنه بالكاتايونيك، لكن الانايونيك ده ما بيعملش خالص اريتيشن او ده حاجه وسط بينهم. ايه انواع الشامبو بقى؟ قال لك فيه ليكويد شامبو او لوشن شامبو او دراي شامبو، تعال نشوف كل واحد فيهم بالتفصيل. قال لك الليكويد شامبو قال لك ده بيتكون من بوتاسيوم سوب، زي بوتاسيوم ستيريت مثلا، صابون متكون من فات وبوتاسيوم معاه، زائد بوليسلفيت سولت اوف الايديتا. ليه بحط الايديتا؟ هنعرف ازاي. قال لك ان الايديتا دي اللي هتاخدها في التحليليه او ممكن تكون خدتها في الكومبلكسيمتري، بتستخدم ككيليتنج ايجنت، كيليتنج ايجنت تو كومبلكس الكالسيوم اند المغنيسيوم ايونز ان الهارد ووتر. كلنا بنسمع عن حاجه اسمها الماء العصر، الماء العصر ده زي ماء الابار والكلام من ده والميه المعدنيه والحاجات دي. انت لو فكرت ان انت تغسل دماغك مثلا او رجليك او اي حاجه او تستحمى بماء عصر واستخدمت صابون، مش هيعمل رغوه معاك، بص ده الصابون ما بيرغيش، كان انت ما بتستخدمش صابون اصلا. ليه؟ لان الماء العصر ده فيه كالسيوم ومغنيسيوم بيعمل كيليشن مع مين؟ مع السوب والدين انسولبل سوب، ما يعملش رغوه، وبالتالي بضيف الايديتا ده عشان يعمل كيليشن مع الكالسيوم اللي موجود في الهارد ووتر ده، تو انهبيت ذا فورميشن اوف انسولبل سوب ذات انهبيت اللازر فورميشن. يعني بحط الايديتا كالكليتنج ايجنت، اعرف المعلومه كويس ان الايديتا بستخدمه كالكليتنج ايجنت. في سلفونيتد اويلز اند مينرال اويلز كان بي انكلودد، ممكن احط برضه سلفونيتد اويلز والكلام ده. ذا اويل دازنت رينز اوت اند ريمينز ادريسنج تو هير، بيفضل موجود على الشعر ما بيسيبوش، عشان كده بتلاقي مثلا بعد ما تستحمى بساعتين ثلاثة تفضل تلاقي الشعر بتاعك برضو لسه يعني طري شوية كده وعليه حاجات حلوة كده. اللوشن شامبو ده كان الليكويد بقى، اللوشن قال لك ليس بوبيلار ذان كلين ليكويد، يعني كلير ليكويد. اللوشن ده بقى حاجة معكرة شوية، يعني انت مثلا عامل زي اللبن كده اسمه لوشن او غسول. قال لك بيكون سام كونتين، معظم بيكون فيه لانولين اذر ايج بودر، بتلاقي فيه بودره اسمها بودره البيض كده، او بيقول لك شامبو مثلا بنكهه البيض او بريحه البيض او بخلاصه البيض، حاجات غريبه كده بيعملوها. اند مين كونتين الكالامينز او الكانولامينز اوف هاير فاتي اسيد فور زير كونديشن اكشن، مش قوي زي من اللوشن شامبو. المكونات بتاعته بيكون مغنيسيوم ستيريت ووتر وبوليفينيل الكحول وجليسرال امينو ستيريت وستايل الكحول وتراي مسايل او تراي سانولامين لورايل سلفيت. الدراي شامبو بقى، شامبو دراي ازاي دراي شامبو؟ شوف تاني دلوقتي. قال لك كومبوزد اوف صوديوم كيرايل بنزين سلفونيت، ده الماده بتاعت اسمها صوديوم بنزايل او صوديوم كيرايل بنزين سلفيت وصوديوم سلفيت وصوديوم سيتايل سلفيت او صوديوم كربونيت او صوديوم بايكربونيت هوايت اسيد كلي. طب ايه الفايده من الدراي شامبو ده؟ قال لك بعض الناس مثلا اللي بيبقى عامل عمليه مثلا في راسه او كده، واحد مثلا عامل عمليه في المخ مثلا ودماغه كلها مفتوحه، واخد له 20 30 غرزه مثلا في دماغه او عامل حادثه او كده، بيفضل مثلا مخيط دماغه شهرين ثلاثه مثلا، هنا هيفضل شهرين ثلاثه ما يغسلش دماغه؟ لا، قال لك الجرح ممنوع يلمسه ميه او يلمسه اي حاجه من الشامبو بتاعتنا دي، ممنوع ينزل عليه ميه او اي حاجه. قال لك فبجيب دراي شامبو او بودره كده، البودره دي انا بعملها ايه؟ قال لك بحطها او برشها كده زي الشكل سبراي، شوف السبراي كده عباره عن بودره برشه على الشعر، وبيفضل ساعتين ثلاثه كده، وبعد كده افرك الشعر بتاعي كويس او ساعه كده مثلا، افرك الشعر بتاعي كويس، ابص الاقي بقى بدا ينزل الوساخه اللي في الشعر كلها، ان كانت بقى جليات ان كانت دهون ان كانت داست او تراب او اي حاجه بينزلها. والجماعه برضو اللي بيعملوا سشوار
الجماعة اللي هم اللي بيقعدوا يعملوا سشوار بقى، اللي مش عايز يغسل شعره عشان السشوار ما يبصي، بيستخدم الدراي شامبو. اه انتوا كلكم بتستخدموه عشان برضو ما تستغربوش، الدراي شامبو. كده خلصنا الشامبو، ندخل بعد كده على النيل لاكور، اللي هو مين؟ اللي هو طلاء الأظافر، اللي هو المانيكير من الآخر يعني، طلاء الأظافر. المكونات بتاعته مكوناته كتير برضو، قال لك ديزاين تو بروميت النيل هايجين، بحطه عشان أعمل نيل هايجين، بروتكت اجينست الاكسترنال سولفنت اند ماتيريال هاندل ديورنج ذا روتين. يعني انا بستخدمه، يعني معظم البنات فاكره ان ان المانيكير ده اتعمل عشان يخلي شكل الضوافر حلو. لا، هو ما اتعمل ما كانش عشان خاطر كده، كان عشان خاطر يحمي الضوافر من اي حاجه، مثلا لو انت بتكتب مثلا الحبر ما يبوظهاش، اي سولفنت مثلا بتستخدمه ما يهريهاش او ما يعملش فيها اريتيشن او كده. بحط عليها النيل لاكور ده. قال لك ان اللاكور ده ماست كونتين فيلم جريسي براشت فات درايد اند هاردنس. بيقول لك ماست ادهير تو ذا نيل، لازم يمسك في النيل كويس وزاوت لوزنج ريزيستنس، ما يفقدش الريزيستنس او الصلابه بتاعته تو شيبنج اند ابريجنز، يعني ما يتكسرش. مكوناته ايه او كومبوننتس بتاعته او كونستيتوينت بتاعته؟ بيتكون حاجات كتير. اول حاجه برايمري فيلم فورمر، برايمري فيلم فورمر. قال لك زي ايه؟ قال لك زي السيلولوز اسيتيت بيوتريت، اسايل سيلولوز، مي ساكريليت بوليمرز، فينايل بوليمرز اند نايترو سيلولوز. كل دي حاجات عباره عن برايمري فيلم فورمر. قال لك النايترو سيلولوز ده از ذا بيست، يعني كل الامثله اللي فوق دي افضلهم هو مين؟ النايترو سيلولوز. يعني من الاخر ما تعرفليش في الامثله بتاع برايمري فيلم فورمر غير النايترو سيلولوز از ذا بيست. ليه؟ لانه بيقول لك انه هارد تاف ريزيستنس تو ابريجنز، ما بيتكسرش، يعني مش هلاقيه اتهرى كده مع الوقت، اند اكسلنت سولفنت ريليز، بيدوب كويس في السولفنت بتاعه، درايز سلولي ويزاوت اكسيديشن، ما بيتاكسدش وبينشف براحته، اور بولمرايزيشن. الخصائص دي مهمه جدا بتاعت النيترو سيلولوز. بس ايه عيوب النيترو سيلولوز بقى؟ قال لك ان بيحصل شرينكج بقى، بينكمش كده، بيكم بريتل بقى هش كده، لو اديشن اند لو اوردر اوف جلوس، يعني مش اللمعه بتاعته مش حلوه ومش بيمسك كويس او بيحصل له انكماش. طب ازاي نعدل على النيترو سيلولوز عشان يبقى كويس ونتفادى العيوب دي؟ قال لك بعمل موديفيكيشن باي اديشن اوف البلاستيسايزر، بحط عليه حاجات. هو لقيته ان هو بيشرينك او بيكون بريتل، يعني بيتفرفت كده، لا انا احط عليه بلاستيسايزر. طب لو لقيته شرينك بينكمش برضه احط عليه بلاستيسايزر، اند امبروف جلوس اند ادهيشن، امبارت فلكسبيليتي اند مينيمايز الشرينكج. يعني كل ده اللي هو البلاستيسايزر ده بيعمل ده كله، بيمبروف جلوس اند ادهيشن وامبارت فلكسبيليتي والمينيمايز الشرينكج. بحط عليه او بسميه بقى سكندري فيلم فورمر. في الحاله دي النيترو سيلولوز لما بحط عليه المواد دي بسميه سكندري فيلم فورمر. زي ايه السكندري فيلم فورمرز او الحاجات اللي بحطها على النيترو سيلولوز؟ مثلا قال لك في ناشرال ريزنز زي مين؟ قال لك زي الساندراك او اسماء غريبه كده الدكتوره بتقولها، ودمار. دول قال لك ايه؟ بيمبروف الجلوس اند الادهيشن، بيظبط اللمعه بتاعته والماسكه بتاعته او الالتصاق بتاعه بالاظافر. ممكن يكون سينثيتك زي البولي فينايل اسيتيت او الاكرايل سلفوناميد او فورمالدهايد ريزنز. كل دول امثله على السكندري فورم. عرفنا ايه هو السكندري فورم باي فورمر؟ ماشي. ممكن استخدم بلاستيسايزر، قال لك ده عشان جيف كنترول تو فليكسيبيليتي اند اولونجيشن تو ذا فيلم، بخلي الفيلم بتاعك كده يمرن كده ويحصل له اولونجيشن كده ويتفرد معاك كده ويبقى حلو. اكزامبل قال لك زي الداي بيوتايل فيساليت او كامفور او كاستر او بيوتايل جلايكوليت. بلاستيسايزر ده بقى ليه خصائص، قال لك شود بي هاف زيرو فولاتيليتي، يكون ما بيطرش، نوت فولاتايل، سو ات وود بريزيست ثرو اوت لايف اوف ذا فيلم. يعني طول ما الفيلم ده او المانيكير ده على ايدك يفضل البلاستيسايزر ده موجود. فري فروم اودر، ما يكونش ليه ريحه، ما يكونش ليه كولر، ما يكونش ليه تيست. بروفايد ماكسيمم فليكسبيلتي، يكون مرن جدا وزود لوس سترينث، ما يفقدش القوه بتاعته. نوت ديكريز الاستابيلتي اوف النيتروس سيلولوز، دي اهم حاجه ان هو ما يقللش من الاستابيلتي او ما يكونش فيه مثلا اي كومباتيبلتي مع النيتروس سيلولوز. ممكن استخدم سولفنت او لازم استخدم سولفنت. قال لك في ثلاث انواع من السولفنت، قال لك في اكتف سولفنت، ده السولفنت بقى اللي بيدوب النيترو سيلولوز. يعني انا بجيب النيترو سيلولوز ده ماده كده بدوبها في سولفنت، او الاكتف سولفنت اللي هو المسؤول عن الدوبان بتاع النيترو سيلولوز، اللي هو زي مين؟ زي الكيتون او الجليسرول ايثر. طب في نوع تاني من السولفنت اسمه كابلر. كابلر قال لك ده نوت سولف او نوت سولفنت
تو نيتروس اللوز، ما بيدوبش النيتروس اللوز بط امبروف الاسترينث بتاع الاكتف سولفنت، يعني ده بيزود بيزود السولوبيلتي او السولوبيلتي بتاع الاكتف سولفنت، يعني بيخليه بيدوب اكتر، لكن هو ما ينفعش استخدمه لوحده كاكتف سولفنت. اند زي ديكريز الفيسكوستي اوف نيتروس اللوز، بقلل الفيسكوستي بتاع النيتروس اللوز اند انهانس الفلو، زي مين؟ زي الالكحول. يبقى الكيتون والجليسرول ايثر ده بيكون اكتف سولفنت وكابلر زي الالكحول. الديلوينت بقى، الديلوينت ده قالك ده بيكون نون سولفنت تو نيتروس، برضه ما بيدوبش النيتروس، يعني الوحيد اللي بيدوب النيتروس اللوز هو مين؟ الاكتف سولفنت. يبقى لا الديلوينت ولا الكابلر بيدوبوا النيتروس اللوز، بات يوز تو ستابلايز ذا فيسكوستي، بيظبط الفيسكوستي اند ريدوسنج نمبر اوف ابلكيشن and help to carry and lower the overall cost. يعني ده solvent او الديلوانت ده كل فايدته ان انا بخفف المانيكير، يعني المانيكير بتاعي ده بيكون غالي، مثلا بيكون اللي يقول لك مثلا السنتي مثلا ب 500 600 جنيه، وانت السنتي ده اصلا ما يكفكش اعمل بيه مره واحده، قال لك لا فانا بستخدم الديلوانت او حاجه زي الطولوين مثلا او الزايلين عشان يقللوا او اخففوا بيه، زي ما يكون مثلا جايب دهان او كده بحط عليه شويه تينر كده او اي حاجه عشان اخففه شويه ويكفي معايا، او استخدمه اكتر من مره او يكفي لي ان انا اعمل اكتر من مره عشان اقلل الاوفر اول كوست. ده السولفنت. الكولرنت بقى الحاجات اللي بتديني اللون، قال لك اول كولرنت ماتيريال شود بي ابروفد باي الاف دي اي، لازم يكون الاف دي اي موافق عليه. الكولرنت بعدين قال لك شود نوت سولف ان الاكوار، ما تدوبش في السولفنت، ما تدوبش في السولفنت بتاعي تو افويد الستيننج اند ديسكولوريشن اوف ذا نيل. الله، يعني الكولر بتاعك ده يكون ما بيدوبش مع السولفنت عشان الضوافر ما تبداش تمص اللون ده، وبص تلاقي اللون فضل ثابت على الضوافر. يعني انت مثلا لما بتحط مانيكير بتلاقي نفسك ان انت حاطه مانيكير لونه احمر او اسود ايا كان لونه، بعد ما بتشيليه بتلاقي لون الضوافر عاديه خالص، انما لو انت استخدمت كولرنت او مواد بتدوب في السولفنت وبالتالي الضوافر هتبدا تدوب فيها، هيخلي الضوافر بتاعتك لونها ملون بنفس اللون بتاع النيل لاكوار بعد ما تشيله. قال لك الاكزامبلز بتاعته، قال لك ممكن يكون يلو اند ريد اوكسايدز، ايرن بلو او ايرن بلاك او كربون بلاك اند تيتانيوم دايوكسيد، كل دي الانواع بتاعت او المتاحه من المانيكي. سولوبل دايز شود نوت بي يوزد، نفس الفكره قلنا ان السولوبل دايز اهي ما ينفعش ان انا استخدمها ليه عشان ما تعملش ستيننج لمين؟ للنيلز. فيلرز قال لك اذر اديتيفز اوبتيند فروم سكيلز اند سكين اوف فيشز، حاجات كده من الزعانف والقشر بتاع الاسماك، زي مين؟ قال لك زي الجوانين اند تيتانيوم دايوكسيد، زي الفيلرز برضه بتزود الاستابيليتي والكلام ده. طيب خدنا المناكير، عايزين نعرف بقى ازاي نشيل المناكير. كلنا عارفين ازاي بنشيل المناكير، قال لك سولفنت فور نيتروس اللوز، يبقى انا خلاص دلوقتي عايز حاجه بقى سولفنت تدوب النيتروس اللوز، وبحط عليه اويل واموليانت عشان بريفنت الدراينج، يعني انا لما بشيل النيتروس اللوز ده لازم اخاف على الضوافر من ان انا يحصل لها دراينج وتنشف وتموت، وبالتالي بحط عليها سولفنت او بحط عليها اويل عشان يمنع الدراينج ده ويديني مويتشر ديو تو اكستراكشن باي سولفنت، يعني السولفنت اللي انا بحطه ده بيمص شويه من المايه اللي موجوده في الضوافر فممكن ينشفها ويبوظها، فبالتالي انا بحط معاه اويل عشان يمنع الدراينج بتاعها. زي مين الحاجات اللي بشيل بيها النيل اوكر؟ زي الاسيتون او انواع كتير من الكيتون، زي مين؟ قال لك زي الميثايل ايثايل كيتون، ميثايل ايثايل كيتون او ايثايل جلايكول مونو ايثايل ايثر او بيوتايل ستيرت او بيرفيم اند كلار، كل دول بستخدمهم عشان اشيل بيهم النيل لاكور او لاكور. هير ريموفر بقى او الحاجات اللي بشيل بيها الشعر بقى، ازاله الشعر بتتم ازاي؟ لكن العمليه دي اسمها ديبايليشن. قال لك الديبايليشن از ذا ريموفر اوف ذا بارت اوف ذا هير اباف ذا سيرفيس اوف ذا سكين، يعني الديبايليشن ان انا بشيل الشعر من على وش الجلد لكن مش بقلع الجلد من الشعر من قلب الجلد او الخصله بتاع الشعر، لا انا بقصها بس من على وش الجلد كده. قال لك ايه الموست كومن فورم اوف ديبايليشن اند شيفنج، ازاي بعمل ديبايليشن؟ قال لك عن طريق الشيفنج، عن طريق الحلاقه او التريمنج اللي هو زي الملقاط كده، بشيلها بملقاط ان كان ملقاط بقى فاتله، الحاجات اللي بشيل بيها الشعر دي او بقص بيها الشعر دي. Another option is the use of chemical debilitators، حاجات في كريمات ازاله شعر وحاجات من دي بحطها بتشيل او بتدوب الخصله بتاع الشعر مع السطح كده. ماشي. ات الشيب سعرها بيكون رخيص effective and convenient to use by yourself، يعني بعرف استخدمها مع نفسي كده to avoid irritation. ايه الميكانيزم بتاعها بقى؟ الميكانيزم بتاعها مهم جدا 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 جدا. قال لك بتعمل بريكنج للدايسلفايد بوند
ذات لينك البروتين تشينز، زي ما هتاخد في البايو تيرم ده تقريبا، او زي ما انت خدت في البايو تقريبا، ان الروابط بتاعت جزيئات الشعر تبقى عباره عن سلفايد او داي سلفايد بوند. لو كسرت الداي سلفايد بوند دي، وبالتالي قدرت ان انا اكسر الشعرايه، خلي الشعرايه تسيب من بعضها وتتكسر، وبالتالي يبقى سهل ان انا اشيلها عن طريق الدبايلاترس. الدنتريفايز، الدنتريفايز دي حاجات زي معجون الاسنان كده، او حاجات بستخدمها في الاسنان. قال لك زي الدنتريفايز دي، قال لك اتس اني بيست او جيل ليكويد اور باودر يوز تو مينتين الاورال هايجين. دي حاجات بحطها عشان انضف بيها. كلمه دنتريفايز دي كلمه فرنسيه على فكره، معناها تنظيف البق او تنظيف الفم. اورال هايجين، ايه الانواع بتاع الدنتريفايز ده؟ قال لك كذا، يكون في توث بيست او توث باودر او ماوث ووش. تعال ناخد التوث بيست الاول. توث بيست ده قال لك الديفينيشن بتاعه، قال لك بيست اور جيل، ده عباره عن جيل او دنتريفايز يوزد تو ويز بوث براش، بستخدمه بفرشه، تو كلين اند مينتين الهيلث اوف التيث اند بروموت الاورال هايجين. بحطه عشان ينضف لي البق ويحافظ لي على الاورال هايجين بتاعه، عن طريق بقى ان انا بشيل البكتيريا وبشيل بواقي الاكل والكلام ده كله. المكونات بتاعته ايه؟ قال لك في ابرازيفز وفي فلورايدز وفي سيرفاكتانت وفي اذر كومبوننت. تعال ناخدهم بالتفصيل بقى كل واحد فيهم. قال لك الابرازيفز دي، قال لك دي بت ايد ان ريموفينج ذا دنتال بليك، تخلينا نشيل الدنتال بليك، يعني اي بواقي اكل او اي تسوس او اي حاجه في البق كده، او فود فروم ذا تيس. اسيستنج ان سبريسنج الهاليتوزس، الهاليتوزس دي اللي هي التسوس، الهاليتوزس اللي هو التسوس. The remover of plaques and calculize اللي هو الباد اودر، يعني بتلاقي انت مثلا لو صاحي من النوم كده بتلاقي بقك ريحته وحشه، فالمسؤول عن ازاله الريحه دي هو الابرازفس. بيقول لك كونتين 50% تيبيكال توث بيست، بيكون او بيكون بيمثل 50% من التيبيكال او مكونات التوث بيست. الاكزامبلز بتاعته مهمه جدا جدا جدا، تقريبا دي اول اكزامبلز الدكتوره تقول عليها حفظ. الدكتوره اللي حضر المحاضره، الدكتوره قالت الاكزامبلز دي حفظ. زي مين؟ قالك زي الالومنيوم هيدروكسيد اللي هو رمزه اي ال او اتش باي 3، او كالسيوم كربونات سي اي سي او 3، وكالسيوم هيدروجين فوسفيت، وسيليكيتس، وزيولايت، وهيدروكسي اباتايت. كل الامثله دي حفظ يا شباب. دي كده مين؟ الابرازفس. يبقى الابرازفس عشان اشيل بها الدنتال بليك والتسوس بقى والسبريسنج الهاليتوزيس والكلام ده كله. طب الفلورايدز، قال لك ذا موست بوبيلار اكتيف انجريدينت ان توث بيست تو بريفنت الكافيتيز، عشان نمنع التسوس او الخراريج او الحاجات اللي بتحصل في الاسنان دي. It is has it has beneficial effect on formation of dental enamel، طبقة الانما اللي هي الطبقة اللي هي اللي بتبقى على الاسنان نفسها اللي بتحمي من التسوس. يبقى في طبقة زي طبقة الجير كده على الاسنان، او طبقة ملساء كده طبقة على الاسنان، دي بتحمي الاسنان من التسوس، دي اسمها طبقة الإنما. قال لك الباشا ده اللي هو الفلورايد ده بيساعد في تكوين طبقة الإنما. طب الإكزامبلز أو السورس بتاع الفلورايد بتاعتي بجيبه منين؟ قال لك زي الصوديوم فلورايد اللي هو الـ NAF، أو ستانس فلورايد، أو الصوديوم مونو فلورو فوسفيت Na2BO3F. كل دي أمثلة للفلورايد، وبرده أمثلة الفلورايد حفظ. السيرفاكتنت قال لك أس فومينج إيجنت، بستخدمه كفومينج عشان يعمل لك الرغوة بقى اللي أنت بتشوفها دي وأنت بتغسل سنانك، ظبط الديستريبيوشن بتاع التوث بيست اند امبروف الكلينسنج باور. طبعا اي سيرفاكتنت بيظبط لي او بيشيل او بيستخدم ككلينسنج باور. الاكزامبلز بتاعته قال لك الصوديوم نورايل سلفيت. اذر كومبوننت، في مكونات اخرى بقى بضيفها كده، زي قال لك زي الانتي بكتيريال، ده بريفنت الجينجفايتس يعني اللثه، بيمنع اللثه والالتهابات بتاعتها، اند ريديوسنج التارتر اند باد بريس. التارتر ده اللي هو الماده الجيريه اللي بتتكون على الاسنان دي بتعمل مشاكل، فالانتي بكتيريال ده بيشيلها. عند باد بريس زي مين؟ قالك زي الترايكلوزان والزنك كلورايد، برضو الامثله حفظ. الفلافرانت قالك ده بت encourage the use of product، يعني انت مثلا لو جيت سنسوداين بتلاقي ليه طعم سيجنال، مش عارف ليه طعم، بتلاقي ايه ليه طعم او ريحه، فالطعم ده او الريحه دي تبقى كويسه، بتخليك تتشجع ان انت تستخدم المنتج عكس ما يكون طعم وحش. قالك زي مين؟ قالك زي البيبرمنت اويل او السبيرمنت اويل او الوينتر جرين، كل دول عباره عن فولاتايل اويلز او اويلز بتحسن لي الفليفر او الطعم بتاع الكريم بتاعي او التوث بيست بتاعي المعجون بتاعي. ريمينالايزرز، الريمينالايزرز قال لك ريسبونس بفور ريمينالايزيشن، يعني او ريمينالايزيشن، كلمة ريمينالايزيشن خلي بالك، لان في واحد يقول لك ري هنا مش مقصود بيها ان هي اللي هي ري اعادة، لا، او المفروض في اي كمان هنا بس مش مكتوب. ري
ايمينالايزيشن، يعني ايه اللي هو بعيد تكوين طبقه الانيمال تاني، ماشي، بعيد تكوين طبقه الانيما، ده بسميه ريمينالايزيشن. زي مين؟ قالك زي الهيدروكسي اباتايت نانو كريستالز اند كالسيوم فوسفيت، الامثله برضو حفظ. ميسلينيس كومبوننت، مواد بقى مش متصنفه، قالك زي مين؟ قالك ايجنت تو ادد تو سبريس تندنسي اوف تو سبيس تو دراي، حاجات بمنعه من الدراي زي ما خدناها من شويه في الشيفنج كريم، قالك زي الجليسرول والسوربيتول وزي الليتول. في مواد بستخدمها عشان اقلل السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعت الكريم ده، قالك زي مين؟ قالك زي سترونتيوم كلورايد، سترونتيوم كلورايد اند بوتاسيوم ماتري، الحاجات دي عشان تقلل السنسيتيفيتي. سترونتيوم كلورايد. في ايجنت كمان مينمايز الفورميشن اوف التارتر، حاجات برضو بتقلل الفورميشن بتاع التارتر، زي مين؟ زي الصوديوم بولي فوسفيت. الصوديوم بولي فوسفيت ده مهم جدا جدا جدا، الصوديوم بولي فوسفيت. في السيفتي بقى بتاع التوث بيست، في حاجات كده لازم اخد بالي منها في التوث بيست. اول حاجه زي الفلورايد، الفلورايد ده قال لك كونتيننج توث بيست كان بي اكشوالي توكسيك، الفلورايد بيكون توكسيك، فاوعى اوعى تعمل له سوالوينج، اوعى تمنع او تبلع التوث بيست بتاعك بكميات كبيره لو في فلورايد. في نون فلورايد كونتيننج توث بيست ار افيلابل ان تشيلدرن، يعني الاطفال بحط لهم توث بيست، يعني تلاقي انت كده في الصيدليه او في صيدليات تلاقي فيها يقول لك انا عايز معجون اطفال، ده عشان ما بيكونش فيه فلورايد عشان الطفل ما يعرفش يعني ايه ممكن يبلع المعجون ده ويعمل مشاكل. ماشي. في داي اسايل او داي اسايلين اللي هو، لا، في ترايكولوزان، الاول ترايكولوزان قال لك كان كومباين وذ كلورين، في كلورين في كلور موجود في التاب ووتر تو فورم كلوروفورم، كلوروفورم ده بيكون كارسينوجينيك. فالترايكولوزان ده اللي هو كنا بنستخدمه كانتي بكتيريال، خدناه من شويه كانتي بكتيريال، ده لو عمل كومباينيشن مع كلورين او كلور هيكون كلوروفورم، وده بيكون هيومن كارسينوجين بسبب الكانسر. في داي اسيلين جلايكول، داي اسيلين جلايكول ده بيديني سويت تيستنج بات توكسيك فاوند ان تشاينيز ميد توث بيست، يعني كان في فتره من الفترات كده كان في معجين اسنان بتيجي من الصين كلها موجود فيها داي اسيلين جلايكول، فاكتشفوا بعد كده ان هي بتكون توكسيك، فقال لك اي معجون بيجي من الصين ما تستخدمهوش. صوديوم لارايل سلفيت اللي هو الصوديوم او اللي استخدمه كسرفاكتنت، قال لك انكريز الفريكونسي اوف الماوس السر، لان قلنا ان السرفاكتنت بيعمل، السرفاكتنت بيبدا يدوب الطبقه بتاعت اللي هي الفوسفوليبيد اللي موجوده في مين؟ في الفم. الماوس بيبل اند درايز اوت ذا بروتكتيف لاير اوف الاورال تيشو كوزنج اندر لاينج تيشو بيكم دامج، يعني بيعمل لي مشاكل في الدامج او يعمل دامج او السر في البق بتاعي لان هو ديترجنت او سرفاكتنت. في alteration of the taste perception، يعني الطعم بتاعك او الاحساس بالطعم بتاعك بيحصل احيانا بعد ما تاخد معجون سنان. ليه؟ زي امثله كده قال لك after using toothpaste juice، لو انت فكرت مثلا تغسل سنانك بمعجون اسنان وبعد كده تشرب عصير او تاكل مثلا برتقان او اي حاجه فيها citric acid مثلا او acetic acid، قال لك جوز هاف اس بريزنت تيست، مش هتبقى طايق طعم العصير ده، دي حقيقه بتلاقيه مر جدا 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 وحش. تيست ديو تو كيميكال رياكشن بتوين الاسترنس فلورايد، الفلورايد اللي موجود في المعجون ان ذا توث بيست اند الاسيتيك اسيد، والاسيتيك اسيد اللي موجود في العصير ده. تاني مثال قال لك ان السودا المرات سلفيت التر او تيست بريسبشن او الاحساس بالطعم اند كان بريك داون فوسفوليبيد جيفنج بيتر تيست، يعني بيخلي مكسر الفوسفوليبيدز اللي موجوده في بقك فيخلي طعم بقك مش حلو. منسول ادد فور فلوفرنج، يعني النعناع نفسه بقى فور فلوفر اند مي تيك بارت ان تيست بريسبشن هون بايندنج تو لينج وان كولد ريسبتور، يعني بيحسسك ان المنسول لما بتحطه في بقك بتحس بطعمه. ليه؟ لان هو قال لك بيتفاعل مع حاجه اسمها كولد ريسبتورز، بيخلي بقك كده منعمل كده او ساقع كده. كده يكون خلص جزء الكوزموتكس بتاعنا، جزء زي ما قلنا عليه حوالي 7 درجات، فبلاش امثله كتير، امثله كتير قوي قوي، فحاول تعرف التفاصيل الشرح تفهمه كويس، والاكزامبلز حاول تعرف الحاجات المهمه اللي انا مأكد عليها او اللي انا قايل لك عليها مهم جدا حفظ، اعملها بالبولد كده او شرط تحتها خط، ركز على دول قوي. هنعمل باقي الباقي مطلوب بس مش باهميه اللي انا محددها. كده نقدر نقول شكرا ودمتم سالمين.